النقش على الخشب من أقدم الفنون التي عرفها الإنسان، فن يحتاج إلى حرفية عالية ومخيلة واسعة. في هذه الورشة الصغيرة يعمل باقر عازفا ألحان النقل والنقش على الألواح الخشبية. مهنة النقش هي هواية، يعني اتخذتها هواية بعدين صارت باب رزق لي، يعني حرفة حلوة وحبيتها أنا، ما تحتاج جهد عضلي ومتوقف على الكهرباء، نقدر نتعامل ويا الخشب ببساطة، أبسط الآلات نقدر نشتغل بها، يعني إيدينا العادية المجردة ما نحتاج كهرباء وكذا، فالتعامل ويا الخشب بسيط وحلو بحد ذاته، يعني وهي مهنة حلوة متوارثة من أجيال هواي. احنا العراقيين معروفين يعني من الحضارات اللي بدأت تشتغل بهذا الشغل، والنقش والنحت، الآشوريين، بابليين، الأكاديين، السومريين هم اللي علموا العالم عن النقش، فهي مهنة حلوة بحد ذاتها، يعني مهنة تحتاج إلى الدقة والصبر ونظرة فنية لتحيل هذه الألواح الخشبية الصامتة إلى قطع نابضة بالحياة مستخدما أدواته البسيطة. أكثر أنواع الخشب اللي نستخدمها احنا الصاج الجاوي، حاليا نزل عنه للNDF اللي هو بلوك عبارة عن قياسات خاصة، يجي متر 20 × 42، نتحكم بيه نطلع بيه نماذج، يعني مثل نماذج ورقية أول ما نبدي شغلنا يصير يتنفذ على الخشب، بعدين يطي أبعاد هيك حقيقية قريبة على الواقع، تحاكي الواقع، ونطي السمك المطلوب ونبدي ننفذ بيه، نبدي نخلي أول مرة بالشفرات نبدي بيه ونعلي وننصي بحيث أنه يصير شغل قريب على الواقع اللي المطلوب. بداية العمل يبتدي بالرسم ثم يتنفذ بالشفرات والطخماخ، بس احنا حاليا بدا شوي العمل لازم يكون له تطوير وكذا، بدينا ندخل آلات بسيطة بعملنا على مود السرعة والوقت شوية، بتعطينا نكسب بيه وقت أكثر يعني، بس أول وتالي شغلنا يتنفذ من خلال الشفرة، يعني لأن هي الأداة الوحيدة اللي نستخدمها بالعمل. دخلنا عليه تطوير ونزلنا آلات هي من تكمل الشغل كله، بس تخفف علينا تساعدنا، يعني بحيث تشيل الزايد تنقص تعلي، فالتحكم يصير أكثر بالشفرة، يعني هو الحد عملنا بالشفرة، فيصير العمل دائما يعني يتفنش بالشفرة، يعني نهاية عملنا. النقش على الخشب مهنة ما زالت تحافظ على حضورها، تشكل مزيجا بين الفن والإبداع ومهارة النقاش. طبعا هي مهنة النقش يراد لها تركيز ويكون مهارة، يعني الإنسان لازم الشخص اللي يشتغل يكون عنده فت فكرة أولية، يرسم إيده حلوة بالرسم، عنده الأبعاد الحقيقية ياخذها بصورة صحيحة، لأن يعني إذا مو رسم وقياسها صحيحة ما يطلع شغل صحيح، وعلى مود يتنفذ العمل يصير صحيح. وإحنا طلاب همينا يجونا مرات خطية ذول الفنون الجميلة، حاول نعينهم نعطيهم بعض النماذج ونعلمهم على هواي أشياء هم يفتقدوا لها، ونضيف لهم من مهاراتهم. منا من الدولة أنه تهيئ لنا بعض الظروف، مثلا تراعينا بأسعار الأخشاب اللي نشتغل بيها، المواد والآلات اللي نشتغل بيها تقدر تدعمنا بأسعارها، الجاهز شوية والاستيراد شوية تقلل بحيث تعطينا فرصة احنا هم نشتغل، لأن ماكو أفضل من العمل اليدوي والعمل العراقي. من محافظة واسط لبرنامج صباح الخير يا عراق، ابتسام الصافي.